كواكب من كل الكائنات، ناس اتلمت سوا في مكان واتفرج بأكد على الحوارات، اللي ألف وما بيخربش واللي عينيه بتطق شرار، اللي جميلة قوي وما تتسكش واللي مخبي وراه أسرار، اللي معه ملايين في بنوك واللي ذكية ذكاء كبار، واللي دماغها دي في اللارلان عقلها كان في دماغها وطار، وفي يوم نحس وبقصص فخص واخص على الحظ واخصين خبط ودب وهب في ثانية الطيارة نزلت نصين، وفي يوم نحس وبقصص فخص واخص على الحظ واخصين خبط ودب وهب في ثانية الطيارة نزلت نصين، هيعيشوا بقى مع بعض شوية مش بمزاجهم مضطرين في جزيرة ما فيهاش صريخ ابني يومين، هيناموا فين ولا ياكلوا منين وحد هيعرف هما فين في جزيرة ما فيهاش صريخ ابني يومين، بوم طخ بوم بوم طخ لا لا لا، 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 هنا تحضر في اللبس البنت وملاتقي واجمد ماركات فرجي طلقه واسرع نت لابتوب بطه الاجتماعات، اما الاكل لذيذ وفريش فتة وموزة وحلويات طول الوقت قصاد الدش افلام وبرامج هتشار، وفي يوم نحس وبقصص فخص واخص على الحظ واخصين خبط ودب وهوب في ثانية الطيارة نزلت نصين، وفي يوم نحس وبقصص فخص واخص على الحظ واخصين خبط ودب وهوب في ثانية الطيارة نزلت نصين، هيعيشوا بقى مع بعض شوية مش بمزاجهم مضطرين في جزيرة ما فيهاش صريخ ابني يومين، هيناموا فين وهياكلوا منين وحد هيعرف هما فين في جزيرة ما فيهاش صريخ ابني يومين، بوم طخ بوم بوم طخ لا لا لا، بوم طخ بوم بوم طخ لا لا لا، بوم طخ بوم بوم طخ لا لا لا، بوم طخ بوم بوم طخ في لا لا لا. ايه يا ماس؟ تفتكر الصندوق ده بتاع مين؟ شكلها كده الخزنة بتاعت سليم بيه؟ ايه؟ وعايز اخططنا يا ولد؟ اي مجنون؟ عايز اخططنا يا سرساخة؟ ايه يا ماس؟ ده حرام؟ ايه فيرش ولا ايه؟ لا انت نزلت بالفلوس المية شجع عمري ضاع يا ماس؟ شجع عمري ضاع؟ طول عمرك غشيم الفلوس باشت يا ماس؟ حد نزل بالفلوس المية؟ انت بتضحك عليه يا صرف؟ امال انت نزل انت كمان بالفلوس؟ قول والله اه والله يا سرساخة احنا اللي عومنا ال 50 جنيه يمكن يجي فايده الحقوني يا واد حبوط لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله يا اهل الخير يا اهل المروه يا عرب الزهر مش هقدر اكمل معاك على جزيره ليه هتروح جزيره ثانيه يا اخي قول اي جمله غير الجمله دي انا قلتها ايوه صح حضره المقدم نعم الزهر مش هقدر اكمل معاك على هي من رتب هي فرقه قول بس ايه يا جماعه في ايه اللي حصل مفيش حاجه عضته فين في الميه يعني ايه حاجه عضته في الميه ايه اللي عضني كلب عضني يعني كلب صيد لقاك في البحر طلع قرمك يعني لا يا دكتوره ده كلب البحر هو اللي عضه ايوه فعلا
كلب البحر اللي عضه وبعد ما عضه قعد يسقف كده. ايه ده؟ هو اللي سقف على قفايا؟ شفت وانت اللي ظلمتني. طب خلي بالك بقى يا اخويا، ما تديش البحر ظهرك لحسن يطلع حمار البحر يرفصك. اوبا شكلها قفشتني. قلت لك بلاش الفكره دي. ايه ده؟ ايه؟ يا سيدي قوم بقى ما تتعبطش. خلاص الكشافه. سيدة قوي. الحمد لله لسه في نفس. ايه الشنطة دي؟ يا رب الايس بوكس ده يكون فيه ايس كريم. دي شكلها كده فيها صواريخ نووية. او تطلع شحنة مخدرات ويبقى فيها ترقية. مبروك يا باشا. دي منطاد. احنا واخدوا المنطاد ده معانا. وتاخدوا المنطاد ده ليه؟ ما انتوا معاكم منطاد تاني. ايوه صح منطاد ده يا جماعه، ده قارب نجاه. نجاه؟ نجاه الصغيره. صغيره ايه؟ دي انا المركبه بتاعت نجاه الصغيره، حتى بالاماره كانت راكباها وهي بتغني انا بعشق البحر. هي وسميكيه دول محمد منير. الاثنين كانوا في المركب. ايوه عشان كده غرقت بقى يا حبيبتي. دي مركب نجاه يعني قارب انقاذ. دي لما بتتلبس بتبقى مركب كبيره ممكن تخرجنا كلنا من هنا، بس دي هنخليها اخر كارت نضحي بيه. هوبا هوبا. ايه دي؟ كل دي مسدسات؟ ما تجيبني خليه معايا. ولا انت عايز تعمل فيها العميل 007؟ ايوه جيمز بوند. جينز جيمز جينز جيمز جينز جيمز جينز جيمز جينز 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 الفلير جن ده ما بيضربش نار، في طلقة واحدة بس بتضرب بتعمل إشارة ضوئية كبيرة. الله ده زي الفاير ووركس اللي في نيو ييرز. لا يا حبيبتي ده زي حفلات ليالي التلفزيون. أو الحينن. الإيه؟ الحينن. أنت متخلف يا ابني؟ اللي هي بتاعت يلي عالترعي حود عمالي يلي عالترعي. بس أنا التوهم. أنت متخلف يا ابني؟ أنت عبيط يا حبيبي. يا حضرة الظابط. ها. معلش مع احترام لذكائك يعني. اتفضلي. لو الوقت ضربنا من المسدس دون على الطيارة، السواق اللي سايق الطيارة هيفتكر اللي احنا بنعديه، هيضرب علينا نار هو كمان. كلام مظبوط، بس ده لو بنلعب كول اوف ديوتي. بتعمل لنا فيها ابن ناس بقى، وكنت بتلعب وانت صغير بالانجليزي. طب سكتوها بقى عشان ما اداش واحده فلير جن اضيعها. معلش. ايه ده؟ نانا عايشة. نانا عايشة يا جماعة، نانا عايشة. ثانك يو فيري ماتش، ثانك يو. تعالى يا حبيبتي تعالى. الحمد لله انك عايشه، كنت هعمل ايه من غيرك؟ كنت هبقى وحيد. هو انت لسه عايشه يا سايكوباتيه؟ والبتاع ده فيه وقفي ولا جبتيه؟ اهدى اخرب بيتك. اوعى يا سايكوباتيه يا معجونه بالبارانويا يا مرزوزه على البارد. حد سكت الولاد يا جماعه، قول حاجه يا ايمن. اهدي بس، خدي نفسك خدي نفسك. كنت فين لغايه دلوقتي؟ قلقتيني عليكي، اتاخرتي عليا قوي. كنا مزنوقين في الطيارة، وأول ما غرقت طلعونا. الحمد لله على سلامتك، ألف حمد لله على السلامة. معلش يا أستاذ أيمن، حضرتك تعرف الأنسة دي ولا ده مجرد تعاطف؟ هي دي الشوزوفينية اللي البيلة أهي منقوعة في أروانة عقد كده مكتلة، وعلى فكرة مرشوشة دواخل برضو. يا ولية اللي شبه سلطعون البحر، أقسم بالله فوق من اللي أنا فيه وهنزل شبشبي فوق دماغك. ده أنا هضربك على سلطعون قفاكي وسلطعك على عينيكي. بس 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 يا حبيبتي، أنت وهي كفاية خناق. بس خلاص. إيه؟ مفيش أي احترام لوجودي؟ نعم. إهدي بس بعد إذنك يا عشان أعصابك. وأنت يا نانا مش كده، أنت عارف أنا لما أزعل زعلي وحش قوي. إهدي كده وأسير الشر ولي يا شر اشتر يا حبيبتي. عن إذنكم يا جماعة. طابل قوي يا أيمن. انا حواليك اللي اشتر على اصوله، عارف اللي اشتر الكبير؟ معلش ما قالها برضه اصير الشر. معلش يا حبيبتي ما تزعليش، بس انا عايز اقولك على حاجة. انا مش عايزة نار الغيرة تاكل في انسانيتك. روح عالجيها، روحي عشان يعرف اللي انت احسن منها. يلا ادي واجبك يا دكتورة. والنبي شكلها تعبان بجد، ينوبك فيها ثواب دي قد بنتك. نعم. خلاص خلاص شكلها بيتصلبط، ولا تعبانه ولا حاجه، ده يا بنات. بالظبط، شكلها اصلا تقلت في الشرب. شرب؟ شرب ميه البحر. ايه يا حبيبتي، ولا هتعملي حمام ولا الواد هينزل؟
البنت، البنت، لا البنت مش هتنزل، أنا عايزة عايزة أقتلها. متشكرين، متشكرين. يا جماعة دلوقتي احنا قسمنا الاكل والشرب اللي كان في الطياره بيننا وبين اخواتنا الصينيين بالعدل. نصيبنا هيبقى مع الانسه عتاب وهيبقى مسؤوليتها، هتخزنه في المكان اللي بيناموا فيه الستات. انا متشكره قوي يا حضره الضابط على الثقه دي. بما ان كلنا اسره واحده انا عايزه اطلب منكم حاجه، انكم تدعوا لي ان انا بادي المسؤوليه واشرفكم واشربكم. اخيرا اخيرا الشنط وصلت. معلش يا باشا، هو بس كان في عطل في السير. في ايه يا حوية؟ في السير. في السير؟ اه طب سير من هنا قبل ما تعصب. يلا يا جماعه اللي ليه شنطه يجي ياخدها، بس لو سمحت يجيب معاه التيكت علشان نتاكد انها شنطته، احنا عارفين الحركات اللي بتحصل كويس. الحمد لله لقيت شنطتي، المال الحلال ما بيروحش. تعال هنا، مال ايه؟ مال حلال ايه؟ ايه الحلال؟ انت عشان لقيتها لون وشك تبقى دي شنطتك؟ ايوه شنطتي. اخرس، انت شنطتك نظيفه كده، سيب دي. حاضر، يبقى انا اتلخبطت، انا اسف. ايه الديب فريزر؟ اهي شنطتي اهي. يا ابني يا ابني ما تخليش ازعل منك بقى، دي شنطتي، دي ودي شنطي. شنطتك انت هتلاقي ريحتها فسيخ، رينجا، بامبوزيا، حاجه غريبه كده. حط الشنطه. حاضر حاضر، يبقى دي طاره السعوديه، انا اسف. انت عارف دي بكام؟ كام يعني؟ حوالي 7000 8000 جنيه استرليني. ايه تحويشه عمرك كله في الشنطه دي؟ لا في دي. مش دي شنطتك يا نانا؟ اه والله يا حبيبي هي فعلا. يا بلدينا لو سمحت يا بلدينا الشنطه والنبي لو سمحت. انا يا باشا اديها يا محس. بينك جايب لها شنطه بينك؟ فاكر اخر هديه جبتها لي في عيد جوازنا كانت ايه؟ مخرطه ملوخيه. يا ذات المخ الرهابي العصابي يا احمق، عشان الناس ما قامت يا ست المخرطه. لو سمحتوا يا جماعه انا عندي سؤال، الشنط بقى الكتير اللي مالهاش صاحب دي هنعمل ايه فيها لا مؤاخذه؟ هنسيبها لحد لما يبان لها صاحب. ونسيبها ليه؟ مش ممكن يكون فيها اكل ولا شرب ولا صن بلوك ولا تانينج اويل؟ يا جماعه انا ميس ايجيبت بصرتي باظت. بالمنطق كده يا ميس ايجيبت، لو كان الشنط فيها زيت كانت هتلاقي الشنطه مزيتها. يا جماعه احنا ممكن نلاقي في الشنط دي حد ينقذنا. حد ينقذنا جوه الشنطه؟ طب ما انقذ نفسه ليه وخرج من الشنطه؟ ما يمكن السوسته زنقه عليه ولا حاجه. بس حضره الضابط عنده حق، الشنط دي مش هنقرب لها لحد ما يبان لها صاحب. خلاص الكلمه اتقالت. لما يبقى يبان لها صاحب بقى؟ ايه يا استاذ اللي هتعمله ده؟ فاكر ان انت على حاجه؟ بس يا همج وكل شويه ضرب نار، انت فوق في العيد. اسمعوا النهايه بقى، الشنط دي هتفضل مقفوله زي ما هي وهنسلمها لاصحابها حتى لو على جثثنا. اتفضلوا الاكل اهو، بس معلش بقى كل واحد هياكل له لقمه صغيره عشان الاكل يكفينا لحد ما باذن الله باذن الله حد يجي يغيثنا. يا استاذ اتفضل. متشكر يا انس عتاب، انا مش جعان. يبقى الاكل بتاعنا مش عاجبك، انت بخيل ولا ايه؟ لا مش القصد، بس انا شايف في القعده يعني في رضع وكتع وسذج وعجائز بتتدفع حول دار المدفأه، دول ما يستحملوش، انا استحمل. اقول لك خليني في الاخر، والاخير ربه كريم. ربنا يكرمك ويطعمك ما يحرمك، يا ريت كل الناس زيك كده هون انوع وراضي. اتفضل. ايه دي سبريني؟ انا ما عنديش صداع، انا عايز اكل، ما تفقش لي بالطين وشويه فشيخ ومفتقي. الله يستركم، ارضوا بقليلكم، احنا في مصيبه. انا فقش له بالطين. ايه اتفضلي يا دكتور. بس انا مفروض اخد نصيب اتنين، انا تو ان وان. طيب بصي لو اتبقى حاجه هبقى اجيبها لك. وعد وعد. طيب بس ما تقوليش لحد. لا سرك في بير. اتفضل يا عريس. عريس ايه؟ ده انا لو عرسه مش هتديني كده. انت لازم تتغذى، خد حته كمان. انت زودتي ولا نقصتي؟ يا استاذ عربي انت مش هتنادي هانم مراتك تاخد نصيبها؟ خلي بالك النهارده اصيبت بحاله هستيريه، جالها صرع شحاري
سمبثاوي ثنائي القطبين، وكانت هتاكلنا كلنا بما فينا دحروج. ازاي ده انا مطعمها ضد الشحاري والبلهارسيا، وبعدين مراتي من ثنائي القطبين، مراتي ثلاثي الابعاد. انا عالم برضو وقفشتك. خدي هنا هاتي هاتي مناب هانم، وانا يعني احاول اكبره لها، الف لفه هدايا ولا هتصرف منها. اتفضل يا استاذ. انا ادي نصيبي للمدام يبقى كاني اكلت بالظبط. والنبي انت اصيل. لا 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 مش دي، دي خد انت اديه اشيلها بقى وناكلها لوحدنا. اتفضلي يا عصفوره. إيه طب مفيش خس او تشيري توميتو؟ ايه تشيري توميتو؟ لا فيه شيري عادل. اغرفلك. طب خلاص ماشي هاكل كده. اظبطي كده هو. اتفضل يا استاذ. ثانك يو. ايه يا بنتي ده؟ ايه اللي جايباه ده؟ انا فيرست كلاس يعني درجه اولى، ده اكل ايكونومي، وانا طالب في المنيو الابريتيف سيمون فيمي وجريل سالمون. ايه ده؟ معلش يا ام شريف ما لقيتش طماطم فقالت تعمل لحضرتك بنيه. هو احنا لاقيين ناكل؟ ام شريف ايه ام شريف؟ طيب ما انت كده هتقلي ادبك عليا، ارفدك من الشركه. انا بقول لك اهو بحذرك. مش اما نرجع الاول يا استاذ اتوضع لله. فايف فور ثري تو ون فاير. نار 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 نار. ساندويتشي المفضل اومليت سبانيولي، يا ريت بقى تجيبي لي واحد شامبين سائع. احنا معناش صابون نستحمى، مش هعرف اجيب لك شامبوهين. الراجل الساحر ده. اتفضل يا باسم باشا. شكرا يا تياب، انا مش عايز اكل، بس عايز اقول كلمه للناس اللي معانا. يا جماعه علشان نعدي من المحنه اللي احنا فيها دي لازم نستخدم خيالنا. خيالنا بس هو اللي هينقذنا. الاخ محصل اللي نفسه في فسيخ او برطمان مفتقه، امسك حته الفراخ وتخيلها برطمان مفتقه. انت عربي عريس ونفسك في اكل عرايس، كل حته الفراخ وتخيلها جوز حمام. الاخت العصفوره اللي نفسها في شر عادل، كل حته الفرخ كليها، تخيليها شيري عادل، تخيليها وفاء عامر، انت وخيالك. الاستاذ ايمن نفسك. بس يا بابا بس. على فكره لسه ما قلتش كل الناس. شوف عشان تبت قلبك دي ربك الكريم خلالك اكبر حته. اتفضل. ايه ده عليا؟ ده اعتبرها مزه مز بيا. انت لسه واقفه هنا؟ امشي غوري هاتيلي اكل، اكله بدل ما اكل دماغي. يلا انت هتخبيض ولا ايه؟ لا بقول لك انا ما عنديش غير الجزمه دي، انا نسلها على الشرشمه اللي على الثلج. يا مخلي يا مخلي انا واقفه على الثلج. بتعملوا ايه؟ تلعبوا صباح الخير يا ياسين؟ ردوا عليها يا جماعه، قولوا لها صباح النور يا استاذ عتاب. صباح الخير ياسين ايه بس اللي بنلعبها؟ بنعمل تمرينات علشان نحرق الاكل اللي بناكله ونحافظ على لياقتنا البدنيه. احماءات يعني. طب وانت تتحمق ليه على الصبح؟ ما تستبح كده هو بتابعه ربنا. احماءات يبقى بتحمق؟ يعني لو قلت لك انا بعمل استرتشات ابقى بلبس استرتش؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ بخرف. هو الصراحه ما فيش اختلاف، انا معاك يعني الرياضه دي حاجه مفيده. بيقول لك العقل السليم في الجسم السليم. انت يا بنتي مش فاكره حاجه في حياتي غير كتاب القراءه بتاع خمسه ابتدائي؟ طب اله اللي فيا يجي فيك. تعالى بقى عشان نصحي الجماعه عشان يفطروا. ايه ده؟ هنفطر بدري كده؟ احنا لسه واكلين امبارح بالليل. خليها بكره. لا بقول لك ايه؟ انا تعبانه معاكم، ده انا طالعه من على الشجره ونازله من على الشجره وراح الغابه وجايه من الغابه لحد ما ظهرت. ما تقوم تكلمني على حيلك كده، اقف على حيلك كلمني. عايزه ايه يا بنتي؟ عايزه ايه؟ نعم اؤمري. عايزين ناكل. هتفطرينا ايه؟ مكرونه بشاميل ومحشي كرنب ومسقعه. ايه العك ده؟ هنفطر؟ لا لا لا، انا رايي نفطر مكرونه بشاميل
ونتغدى محشي كرومب ومسقعه. يا اخويا ايه اللي انت بتقوله ده؟ هو في حاجه ناكلها غير اللي كلناها امبارح؟ هو الاكل امبارح كان ايه؟ الاكل امبارح كان بانيه. ايه؟ كان بانيه. في اكله في الدنيا اسمها كان بانيه؟ الاكل كان فراخ بانيه. اه انت بتقرب المشبك، يعني الاكل امبارح كان فراخ بانيه خليتيها كان بانيه. يا استاذ بطل تسخر مني بقى، عشان ايه؟ خلينا نسلك مع بعض كده هون ونوصل لبر الامان. انا اسف يا عتيق، انا اسف، حقك عليا. ممكن بقى تروحي تطلعي وجبه واحده بس عشان نفطر بيها؟ انت هتعد ورايا؟ كفي نفسك، كفي نفسك. يلا يلا مرنهم ال ايه وش الحاجات اللي كنت بتقولها دول، وخلي بالك البت دي مش بتعمل كويس. شكرا يا عتيق، شكرا. الاكل كان بانيه، كان بانيه. ايه هي اللي قالت؟ هي ايه كان بانيه؟ كلمة قبيحة. طب دي أكلة يعني زي كان في ليه؟ انتوا الأكل بيضحكوا. كان بانيه! هانم؟ دي بتموت ولا بتنفس دي؟ هانم 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 ايه عرب فيك؟ خرب بيتك يا بيت، بتصحي تغمضي عينك ونايمة مفتحة عينك. ايوه ماني بنام وانا فاتحة عيني عشان امل عيني منك. يا سلام على الدلع اللي هيجيب لي الرعب. وايه اللي جابك تنامي جاري يا بيت؟ جيت. يا سلام نايمة مفتحة عينك، نايم جنب ناشونال جيوغرافيك. انا اللي بتقوله ده يا عرب؟ انا مش فاهمة حاجة، بس قلبي بيقول انك بتقول حاجه تزعل. انا زعلانه منك. خلاص يا بيت، يا بيت خلاص، ما اقدرش على زعلك. لا فين الضحكه الثقيله اللي بحبها؟ والله العظيم يا بنت متوحشك. بقول لك ايه، امبارح وانت معديه كده لمحت رجلك. رجلي فيها يا بنت؟ ما انا جوزي. ايوه من حق اشوف رجلك وايدك كمان. لا فيعني جيب بالي كده فكره قصيده على رجلك. بجد يا عربي؟ اي والله. كتبت لي قصيده زي زمان؟ طب قول. اسمع يا بنت، فخاد العالم ما تهز الشعرايا مني، عشقتك يا هانم غصب عني، ولو خيروني بينك وبين اي حيوان هختار الحيوان واذبحه عشان انا جعان. وعربي حلوة صح؟ أوي. بفكر أبيعها لمحرم فؤاد. بيعها يا نن عاني للي تبعهالي، كفاية إنك تعبت نفسك وكتبتهالي. يا فرحتك يا هانم، قاعدة وقدامك القمر وقاعدين في الطل والدنيا هدوء. يا مصدي الحقوا يا أهل الجزيرة، الحقوني في حرامي وسطينا. إيه بتزعقي ليه؟ الواحد ما يعرفش ينام في الجزيرة دي، إيه اللي حصل؟ الأكل اللي كنا هنتقود به لحد ما حد يجي يلحقنا اتسرق. يا نهار اسود ومنيل، اتسرق؟ ده مين اللي سرق الأكل ده؟ والله ناكل مصاريله. أيوه فرج عنده حد، احنا أول ما نلاقيه ناكل مصاريله مع فرج. في سؤال بسيط كده يا أنسة لو سمحتي، هو في حد غيرك كان يعرف مكان الأكل ده فين؟ أنت بتتهمني؟ عيب اللي بتقوله ده يا أستاذ أيمن. أنا لا بتهمك ولا حاجة، سك يعني قعدت تقولي كلام كبير قوي. انا اقدم مسؤوليه وانا 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 ايه؟ كنت بتنيمينا ولا ايه؟ خلي بالك يا استاذ ايمن اللي بتقوله دون بيجرحني. بيقول لك تعرف فلان؟ اه اعرفه. عشيرته؟ اه عشيرته. يبقى ما تعرفوش. امال يعمل ايه يا بنتي بس عشان يعرفه؟ يناسبه يعني؟ لو سمحت ما تطلعش برا الموضوع، انا قدامكم اهو يا جماعه، لو شاكين فيا فتشوني. انا صايحه غلبانه وفاقده الذاكره، بس على ما اتذكر ان انا بنت ناس ونفسي عزيزه. انا كنت فاكره ان احنا بقينا اسره واحده. صحيح اللي مني مزعلني. ما تظلموش عتاب يا جماعه، مش هي اللي سرقت. انا عارف مين اللي سرق. اللي سرق ده واحد مننا. برافو برافو يا حضره الضابط، برافو برافو. ما هو اكيد واحد مننا، مش ممكن يكون منهم لان مفيش منهم. وبعدين ايه يعني؟ واحد دليفري طيار بدل ما يجيب اكل جه خطف الاكل اللي عندنا. يا ريت يا دكتوره نخلي السخريه بعدين. ليه بتهون علينا الوقت؟ بعدين يا عربي،
دلوقتي وقت الحساب. طبعا انا مش محتاج اعرفكم ان اللي سرق هيخش النار، واللي سرق كل النبأ، واللي سرق خير من اللي حرق. كل الكلام ده احنا عارفينه كويس. مين بقى يا جماعة اللي سرق؟ سليم باشا؟ لا، سليم باشا اغنى من انه يعمل كده. عربي؟ عربي اغبى من انه يعمل كده. دحروق؟ دحروق اتخن من انه يعمل كده. فرج؟ فرج اطيب واقذر من انه يعمل كده. امال مين؟ استاذنا ايمن؟ لا، استاذ ايمن ايمن من انه يعمل كده. اللي سرق يا جماعه ساب خيط رفيع. شامبو باشا، واضح ان بلسم. مش هتفرق، واضح ان حضرتك عمال تهري ومش عارف مين اللي سرق، وتقول ايمن من انه يعمل كده واغبى من انه يعمل كده. انت اهطل من انك تكشف مين الحرامي. انا مفضوح قوي يعني؟ جدا والله. انا بحاول اعمل حرب نفسيه على المجرم عشان ينهار ويعترف لوحده. يا باشا دي حرب مهلبيه، ده ميتين ضحك عليه. انا عندي الحل العلمي. عندك حل قوله لي انا عشان اقوله لهم. ليه الحل بتاعي حبيبي؟ لو قلته انت هتتحسد، وبعدين انا الضابط. ايوه صح، ونعمل اخ. بص الحل ايه؟ احنا نقول مين عايز يخش الحمام، اللي هيخش الحمام اول واحد هيبقى هو اللي سرق الوكل. فكره هايله يا عربي، فكره هايله. جات لك منين؟ دي نظريه التصريف الذاتي للعالم دبليو سي. ده رجالي ولا سيدات؟ ايه هو العالم؟ قول النظريه، قول. بقول يا جماعه، حد عايز يخش الحمام